إدريس، مرحبا بنا عندكم في كواليس تصوير مسلسل جنين. قربنا أكثر من هذا العمل. هذا سعيد جدا بتواجدكم معنا، وغاليين علينا وحنا غاليين عليكم. مرحبا بكم. هذا المسلسل، مسلسل جنين، هو مسلسل تلفزيوني من 30 حلقة، مسلسل درامي اجتماعي مغربي من إنتاج القناة الأولى وشركة ديسكونيكتد، ومصور كمالي ما بين مدينة الدار البيضاء والنواحي ديالها. يضم واحد طاقم فني من الممثلين والممثلات، النجوم، رواد الشباب، وأيضا المراهقين والأطفال، باعتبار أنه هناك تكملة وهناك تشكيل معين من الشخصيات. هذا المسلسل يتحدث عن علاقة هذا جنين بواحد المحيط معين في إطار عمل واشتغال في لافيراي، ولكن في لافيراي بثلاث عائلات مختلفة، ثلاث عائلات اللي كتخلينا أننا نكتشف أسرار معينة داخل لافيراي وخارج لافيراي وفي الأسر ديالهم، ونعيش هذه المغامرة معهم، سواء الحاج دبي، الحاج تجا، سواء الكاش اللي هو سليمان مع أيضا زوجة دياله وفريدة وابنه نبيل، سواء أيضا مع ملكة والمختار وابنتهم ربيعة. وبالتالي هادو تيشكلوا لنا علاقات أخرى مع شخصيات مختلفة، وكلهم عندهم أسرار يحملونها داخل الأسر ديالهم، بينهم، في العلاقات المهنية، في العلاقات العاطفية، في العلاقات النفسية، وفي العلاقات الاجتماعية، وكلهم كيخليونا أننا نتبعوا المشاكل ديالهم الداخلية، وهذه المشاكل هي اللي كتخلينا أننا نكتشف واحد السر أو أسرار معينة اللي غنخبيوها لمدة 30 حلقة، وكنحاولوا كل مرة أننا نفضحوا أو نكشفوا الغطاء على واحدة منها، باش في النهاية نكشفوا كل ما تبقى من هذه الأسرار، وهي كلها عندها علاقة أيضا بهذا الجنين، وعندها علاقة بالمحيط ديال الجنين وما سيصيبه من ألام وعذاب ودمار ودراما داخلية ونفسية عميقة، اللي غتخلق لنا الحدث الكبير جدا اللي هو من خلاله كنكتشفوه قصة هذا الجنين. علاش البداية ديالها؟ علاش هو ترمى في لافيراي؟ علاش لقاوه ورباوه ومن بعد قالوا له بأنه كاين باك ومك ولكن ما كنعرفوهمش غير ذلك؟ جنين من الاول اختاريت هذا الاسم ولا كانت شويه ديال زعما تخالف في العنوان؟ من اول ما طرحت الفكره طرحت باسم جنين، فجنين ظلت، وحتى ان فكرنا لمرات متعدده تغيير الاسم، ولكن في نهايه المطاف فجنين يلخص شيئا ما، الاشياء اللي هي نعرفها ونعيشها في المجتمع المغربي ديالنا. جنين اللي هو عنده بزاف ديال الحوايج الميزات المهمه جدا في خلق اشياء سريعه بديهيه ذكيه، في بعض الاحيان قد تكون تصيب وقد تخطئ الى غير ذلك، لكن جنين بقات. وهذا جنين ايضا جاءت ايضا لتقريب فكره الشخص الذي يحمل ايضا اسم هذا الاسم، باعتبار ان الشخصيه تحمل نفسها وتحاول ان تعيدنا الى ترتيب اوراق ما قد يجعل أن هذه الشخصية تفعله داخل كل أحداث المسلسل، وبعد اعتبار أن الكل يعترف لهذا الشخص بأنه سريع وأنه ذكي وأنه سيرفيابل إلى غير ذلك، فهذا معناه أن جنين خصها تبقى كالاسم الكامل لمسلسل من 30 حلقة. سي إدريس، ماشي أول مرة كتكون ممثل ومخرج في شي مسلسل، غالبا كيكون داك المسلسل قريب ليك ولا شي شخصية اللي بغيتي تأديها زعما قريبة لقلبك ولا شي حاجة؟ شوف، هي أنا شخصيا أبتعد كثيرا عندما أكون المخرج في المسلسلات، ربما في بعض الأفلام نعم، في بعض المسلسلات كنحاول نكون عندي أون أباريسيون صغيرة، ولكن في هذا المسلسل بالضبط فشخصية الكاش هي شخصية اللي في الحقيقة قرب، ماشي قريبة ليا، ولكن حسيت بأن فيها الشيء الكثير ما نحكي من خلالها على عوالمها النفسية وعوالمها اللي فيها بزاف د الأسرار إلى غير ذلك، فبالتالي خليت أن هذه الشخصية غامرت باش نشخصها، وفي نفس الوقت هي رغبة أيضا
من المنتج في أن أشتغل هذه المرة أمام وخلف الكاميرا، ورغبتي في أن أعود إلى حبي وعشقي الأول هو التمثيل، ولأن أيضا هذه سنوات ما اشتغلتش في عمل ضخم ومسلسل، غالبا تشتغل في بعض الأعمال وخصوصا في الأفلام كممثل، ولكن الآن تحت الفرصة أن أكون أحمل هاد القبعتين ما بين خلف وأمام الكاميرا، اللي هي مسألة وقت فقط، وهي مسألة تهيئ وترتيب وبحث واجتهاد وقوة وصبر أيضا في أن تقدم نفسك من هذه الزاوية ومن زوايا أخرى. أجواء الكواليس ديال المسلسل خصوصا مع الكوميديا، صار هو كيأدي عمل درامي، ولكن ضروري شي مرات غادي يدير لكم أجواء ديال الضحك وديك. شوف نقول لك واحد القضية على يسار اللي كيعرفوه الناس في الكوميديا ماشي هو يسار اللي كيعرفوه الآن في الدراما، فأنا لأن الدور يحمل نفسه ويحمل ذاته ويحمل أيضا ثقله النفسي، وبالتالي فهو كيجي هو حامل حمولة نفسية، فبعدين كيحاول يكون فعلا يسار، ولكن يتغلب الجنين على يسار، لأنه فعلا كاين هناك الشيء الكثير في هذه الشخصية، فهو يأتي مستعد، تيجي متواجد، حافظ، مركز، عارف بأنه خاصه يشتغل في عمل تلفزيوني درامي مع ممثلين إلى غير ذلك، فهو كيجيب واحد النظر. في الأحيان نشعر بأنه يسار تحول من الكوميديا إلى الدراما، لأنه فعلا كيجي مركز، وبعض الأحيان كنلقاوه بأنه نفسيا خصو الوقت الكبير باش يشتغل على إحساس معين، وفعلا تيعطينا ذاك الإحساس وكيعطينا ذاك الصدق، وكيحاول أنه يخلق هاد العوالم. في بعض الأحيان بطبيعة الحال يعود إلى يسار اللي هو كيخفف، خصوصا فاش يكون ما كيصورش، كيحاول أنه تكون هناك أجواء خفيفة ولطيفة، باعتبار أن يسار وصاحب نكتة وصاحب كلمة وصاحب ولطيف جدا وبصدق، هو إنسان متخلق ومربي، وبالتالي فتتحس بأن هاد الممثل هو ممثل في عوالمه الاحترافية زوين، وعوالمه الشخصية أيضا هو زوين. كلمة الجمهور اللي تفاعل مع الحلقة الأولى من مسلسل الجنيين، شنو تبغي تقول؟ أول شيء تنشكركم بداكين بصدق على هذا التواصل، كنشكر الجمهور المتتبع إلى لحلقة الجنيين، واللي غيتبع إن شاء الله الحلقات سواء الآن في رمضان أو بعد رمضان، ونقول لكم شكرا لتواجدكم معنا، شكرا دائما لطيبوبتكم، شكرا لرقيكم في التعامل والتجاوب مع كل فنانين والفنانين والفنانات والمبدعين والمبدعات، كنعطيكم موعد دائما في الحلقات المقبلة، ونشكركم ونقول لكم تحياتي ومحبتي الدائمة. أول حاجة مرحبا بكم عندنا في البلاتو ديال الجنين. شخصية صفاء إن شاء الله الناس غادي يكتشفوها، غادي تكون مختلفة على الشخصيات اللي شافوني فيهم. هي واحد البنوسة اللي عندها مع توسكي التكنولوجي والانفورماتيك، وغادي يبدأوا عندها شي مشاكل اللي الناس غادي يكتشفوهم، غادي نطرقوا لواحد المواضيع في الشخصية ديالها اللي كيعيشوها بزاف ديال الشباب المغاربة، وغادي نحاولوا نعالجوها في هذه الشخصية، ونتمنى يكون هاد الدور خفيف على قلوبهم. عمري ما لعبت بحال هاد الشخصية، وكانت بالنسبة لي أنا اكتشاف، وحاولت نعطي كل ما عندي باش نقرب الجمهور لهاد الشخصية بالضبط. كان واحد التفاؤل زوين، وخا حنايا كنا ستريسي، حيت ديما فاش كتكون ساليتي واحد العمل وكتعلن الحلقة ديالو دونك كيكون عندك شوية ديال ستريس، كنا متخوفين، مي الحمد لله لو غوتور ديال المشاهدين شفناهم باللي تشوقوا أنهم يتسناوا الحلقة الثانية، وهذا شرف لينا، وهذا الشيء كيبشرنا بالخير. النقطة المشتركة هو أن سلمى هي اللي كتلبس صفاء، كاين نقاط مشتركة، ولكن فريمون في الكاركتير صفاء بعيدة عليا بزاف.